أيها الرفاق أيها الرفيقات، أسعدتم صباحا بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس اتحاد النقابات العالمي، هذا الاتحاد الأممي المناضل، فإننا نتوجه بتحية إجلال وهية وإكبار إلى هذا الاتحاد العريق وإلى أمينه العام الرفيق جورج مافريكوس وإلى كافة أعضاء السكرتارية التنفيذية للاتحاد وكافة العاملين ومجلس الرئاسة في هذا الاتحاد وإلى كافة الاتحادات الدولية المنضوية تحت إطار هذا الاتحاد، كما توجه بتحية إجلال وإكبار إلى كل الاتحادات العالمية والاتحادات المهنية وإلى كل عمال الأحرار الذين يقفون في هذا الخندق، خندق المطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية في العالم. إننا أيها الإخوة وأيها الرفاق في الائتلاف النقابي العمالي الفلسطيني نتوجه لكم بالتحية والشكر الجزيل، نتوجه إلى هذا الاتحاد بهذه التحية الكبيرة، التحية النضالية العريقة، ومن خلاله إلى كل عمال العالم الأحرار الذين يقفون إلى جانب عمال فلسطين. إننا في الائتلاف النقابي العمالي لن ندخر جهدا ولن نتوانى في تقديم أي خدمات وأي انتماءات لهذا الاتحاد، لأنه هذا الاتحاد هو من تبنى ولا زال يتبنى قضيتنا الفلسطينية العادلة. أيها الرفاق أيها الرفيقات، في هذه الكلمة القصيرة نتوجه إليكم بتمنياتنا لكم بالسلامة والعافية من مرض الكورونا كوفيد-19. نتمنى أن تزول هذه المحنة وهذه الوباء الذي تسبب بتعطيل مئات الآلاف بل الملايين من عمالنا في العالم. كما أننا في فلسطين نود أن نعلمكم بأن عمال فلسطين سيبقون صامدين خلف هذا تحت إطار هذا الاتحاد، وسيكون جنودا لهذا الاتحاد مهما كان ومهما حصل، رغم كل الضغوطات التي تمارس على شعبنا الفلسطيني البطل من صفقات القرن التي يحاول ترامب وأعوانه للصهاينة والإمبرياليين من تطبيقه وإنزاله في فلسطين وتطبيقها على أرض الواقع، لكن عمال فلسطين سيبقون صامدين إن شاء الله في وجه كل هذه المؤامرات، في وجه ترامب الأمريكي رأس الإمبريالية العالمية، وفي وجه الاحتلال الإسرائيلي مهما كلف الثمن. إن عمال فلسطين من هنا من قلب فلسطين يبركون لكم كل التحيات والتقدير. يا عمال العالم، يا اتحادنا النقابي الأممي، إننا نبرك لكم أيضا كل التحيات والتقدير باسم كل عمال فلسطين، باسم الفلاحين والمعلمين والأطباء والمحامين، باسم المزارعين، باسم كل أطياف هذا المجتمع وأطياف العمال المهنيين. لا يسعنا في هذه الكلمات القصيرة إلا أن نؤكد لكم بأننا في الائتلاف النقابي العمالي سنبقى على هذا العهد وسنبقى على هذا الخط. نحن لدينا رسالة بالشراكة مع اتحادكم العالمي، سنبقى معا ويدا بيد إلى أن يتم تحرير كل العالم من كافة أشكال الاضطهاد وإلى القضاء على كل أشكال الإمبريالية. عاشت فلسطين عربية حرة، عاشت القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، عاش الاتحاد النقابات العالمي، عاش الائتلاف النقابي العمالي، عاش عمال العالم، عمال الأحرار.